وضع بعض القيود على السفر على الموظفين الأمريكيين الجنسية التالية في أسمائهم، وذكرت 21 اسم، والذين يعملون في المنظمات الغير حكومية الأمريكية التي هي جزء من تحقيق يجري تحت إشرافكم. وقد تعاونت هذه المنظمات والأفراد بشكل كامل مع التحقيق، وبناء عليه فإنني أطلب رفع أي قيود على سفرهم. بالإضافة إلى المادة الأخيرة من قانون العقوبات مادة 98 ج التي تنص على المصادرة للأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، وأيضا إغلاق المقرات التي كانت تستخدم في مصر لممارسة هذا النشاط، وأؤكد مرة أخرى الغير مشروع والغير مرخص به من الحكومة المصرية. علشان حضراتكم تبقوا عارفين الصورة كاملة في حدود ما يسمح به القانون إن أنا أقوله لحضراتكم، إن التحقيقات بتشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني، وبأكد مرة أخرى سواء كانت إسلامية أو كانت قبطية، بالإضافة إلى الأفراد الطبيعيين اللي هي الأشخاص العادية التي تلقت مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية.